أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. عقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم اجتماعا استثنائيا حيث بحث الوضع الوبائي وأقر عدة قرارات بشأن جائحة كورونا. وقد ألقى وزير الصحة الدكتور خالد السعيد ورئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي طارق المزرم في هذا البيان الصحفي. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في البيان الخاص حول الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد بعد ظهر اليوم الأربعاء تاريخ 27/4/2022، ويشاركنا معالي وزير الصحة الدكتور خالد السعيد لتبيان القرارات المتخذة مؤخرا حول جائحة كورونا، حيث أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم علما بقرار وزير الصحة المتضمن التالي: 1- أن يكون ارتداء الكمام اختياري داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، والالتزام بارتداء الكمام لمن لديهم أعراض مرضية. 2- السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص PCR. 3- إلغاء فحص PCR لغير المحصنين كشرط التواجد في المؤسسات التعليمية ومقرات العمل. 4- فيما يخص الحجر الصحي لمخالطي الحالات الإيجابية، إلغاء فترة الحجر الصحي المقررة على الأفراد مخالطي الحالات المصابة بغض النظر عن حالة التحصين. الالتزام الأفراد المخالطين بارتداء الكمام ولمدة 14 يوم من تاريخ آخر مخالطة. إجراء فحص PCR في حال ظهور أعراض خلال 14 يوم من تاريخ مخالطة. 5- إلزام الأفراد المصابين بالعزل الصحي المنزلي لمدة 5 أيام من تاريخ الإصابة، مع الالتزام بارتداء الكمام لمدة 5 أيام تالية. 6- إلغاء شرط التحصين وفحص PCR على كافة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين. 7- السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين. 8- اقتصار استخدام تطبيق شلونك لمتابعة الحالات الإيجابية فقط. 9- حث المصلين بتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المساجد والمصليات مثل إحضار سجادة الصلاة ولبس الكمام وغيرها، والحرص على تجنب الذهاب للمسجد لمن لديهم أعراض تنفسية معدية. وقرر مجلس الوزراء إلغاء كافة القرارات الصادرة سابقا والمتعلقة بهذا الشأن، وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/5/2022. كما قرر المجلس إلغاء تشكيل اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 800 الصادر بتاريخ 25/6/2020. وانتهت القرارات، فليتفضل معالي وزير الصحة الدكتور خالد السعيد. تفضل معاليك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعاد الله هذا الشهر الفضيل علينا وعليكم وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان.
بالإشارة إلى ما تفضل به السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن قرارات رفع القيود الاحترازية والتي كانت قد وضعت بسبب ظروف الجائحة عالميا ومحليا للحفاظ على الصحة العامة، فأنني أؤكد على التالي: يرجع الفضل بعد الله لما وصلنا إليه للدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية وتعاون مختلف مؤسسات الدولة وتسخيرهم لكل الإمكانيات لحماية أرواح المواطنين والمقيمين الكرام لحفظ الأمن الصحي للبلاد. ما تحقق من نجاحات منذ بداية التعامل مع الجائحة أنتم يا أهل الكويت جميعا شركاء فيه، من خلال تعاونكم والتزامكم بالإرشادات والتعليمات الصحية، وهذا ما لمسناه من خلال النسبة العالية للوعي المجتمعي. من العوامل الرئيسية لما تحقق بالنجاحات هي الجهود المخلصة لكوادرنا في المنظومة الصحية، هذه الجهود التي واصلت العطاء والتضحية بكل تفاني مؤدية رسالتها الإنسانية السامية وواجبها الوطني على الوجه المطلوب. وبهذه المناسبة نتضرع إلى العلي القدير أن يرحم من قضى نحبه في هذه الجائحة من زملائنا في الأطقم الطبية ملبياً نداء الواجب، حتى نصل لهذه المرحلة من الاستقرار والعيش الآمن، فلهم منا تحية إجلال واعتزاز ودعاء خالص لما قدموه من أعمال نبيلة وتضحيات ستظل خالدة بمشيئة الله. كما أود الإشارة إلى الجهود المخلصة والاستعدادات التي بذلتها اللجان الفنية على مختلف مستوياتها في وزارة الصحة ومؤسسات الدولة ورسمها لخطط واستراتيجيات التعامل مع الجائحة. هذا النجاح ولله الحمد هو نتاج عمل مؤسسي تعاونت فيه مختلف جهات الدولة وبتوجيه ودعم لا محدود من قبل القيادة السياسية للبلاد. اليوم وبعدما تقرر من رفع بقية القيود الاحترازية نتقدم بالشكر لكل أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين على تحمل الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد وعلى العالم أجمع وتعاونهم مع المنظومة الصحية خلال جميع مراحل الجائحة. اليوم ولله الحمد نستطيع القول أن نقف على أرض صلبة بفضل الوعي المجتمعي وبفضل قوة ومتانة المنظومة الصحية وكوادرها الذين سطروا بالتعاون مع مختلف جهات الدولة ملحمة وطنية أفضت ولله الحمد إلى أفضل النتائج. كما لا يفوتني أن أؤكد لكم على أنه وعلى الرغم من رفع الاشتراطات الصحية التي تخص الجائحة فإن الفرق الفنية العاملة في وزارة الصحة مستمرة في مراقبة وترصد الأوضاع الوبائية في سائر محافظات البلاد. نحمد الله أولا وأخيرا وكل الشكر لأبنائنا وبناتنا وزملائنا في وزارة الصحة وكل الفخر والتحية والاعتزاز بتضحياتهم. الشكر لجميع العاملين في الصفوف الأمامية وكل الثناء على تعاونكم معنا. الشكر لسائر مؤسسات الدولة الرسمية والجهود التطوعية والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني ولسائر المواطنين والمقيمين الكرام. حفظ الله الكويت قيادة وشعبا تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر معاليك، يعطيكم العافية ومشكورين على حسن المتابعة، مع السلامة. إذن مشاهدينا نقلنا لكم وقائع البيان الصحفي لاجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الخاص بشأن الوضع الوبائي لجائحة كورونا وقراراته. شكرا لكم، في أمان الله.